أما مسك ختامنا اليوم مشاهدين طبعا على أرض الجوهرة، على أرض ملعب الجوهرة المشع في جدة، كان أول ظهور لضيفنا ضمن فعاليات عرض أعظم رويال رامبل، وهو المصارع السعودي منصور الشهيل. أكيد كلنا نذكره، فهو أول سعودي يفوز بأكبر نزال في WWE، واليوم احنا سعداء باستضافته. أكيد سعداء باستضافته في دبي لمعرفة سر وسبب عودته لأول مرة بعد الفوز إلى مدينة الرياض، وراح نعرف معاه أكثر من المواضيع الشيقة الأخرى. منصور الشهيل المصارع السعودي، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباح الخير. You can speak English. Yeah, it's okay. Okay. Good morning. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية منصورة. يمكن عرفناك من خلال أول ظهور لك في مدينة جدة وفوزك في أكبر نزال في WWE. كيف وصلت إلى هذا الطريق؟ The first thing is أول شيء. كل شيء بدأ في الرياض مع أخي طلال الأكبر. كنا نتابع WWE عندما كنت صغيرا، كنا نلعب الألعاب أيضا، وعشقت المصارعة بهذا الشكل. بعد ذلك انتقلت الولايات المتحدة وبدأت أتدرب على المصارعة، وكنت أأمل تحقيق أحلام هدفي المشاركة في WWE. كان حدث في جدة والرويال رامبل وبعد السوبر شو داون في جدة أيضا، والمرة الأولى مصارع سعودي كان سوبر ستار، نجم كبير ويمثل المملكة العربية السعودية في الحلبة، وكنت فخورا جدا بذلك. واحنا أيضا كنا سعيدين بهذا الفوز وسعيدين أيضا بتواجدك معنا. بعد الفوز منصور كان لك نشاطات عديدة، من أبرزها مبادرة النصر لنا. لو تحدثنا عن هذه المبادرة وأهدافها ونشاطاتها. نصر لنا نصر لنا مكتوبة على والله حلو. It's يعني what it means is معناها it's not only moment of pride. ليست لحظة فخر فقط للشعب السعودي، بل لكل أصحاب الثقافات الذين لا يظهرون في المصارعة العالمية الحرة أو WWE، ولا يمكن أن يصبحوا نجوما كبار، لأنه لا يوجد من يشبههم على مدى التاريخ، لا يوجد نجوم من حيث يأتونهم من بلدانهم. إلا أن النصر لنا معناها عندما أنتصر أنا في الحلبة فهذا يعني أن النصر للجميع، لهؤلاء جميعا. إذا آمنت بنفسك ولديك حلم يمكنك أن تحققه. طيب أنت اليوم موجود في مدينة دبي، إيش سبب الزيارة؟ هل هي نشاطات جديدة؟ أزور دبي، زرت إطار دبي ودبي فريم كبير جدا، ونرى على الزجاج. كنت خائفا جدا لكنه جميل جدا. أجريت المقابلات WWE فريق دبي معنا هنا، زرت مكتبهم. لم أزر دبي من فترة طويلة جدا، فأنا سعيد للعودة. وهذه العودة أيضا راح تكتمل بعودتك كبطل إلى مدينة الرياض. جدولك كيف راح يكون في العاصمة الرياض؟ أبرز الأمور اللي أنت حاب يعني تشاركها أو تسترجع ممكن ذكريات، لو تحدثنا عن الرحلة القادمة. في الرياض سأزور مدرستي القديمة American International School، المدرسة الأمريكية الدولية، وأتحدث مع الطلبة هناك. أنا فخور جدا لتمثيلي المدرسة، وأظهر لهم عندما ينتهون من دراستهم بإمكانهم تحقيق كل أحلامهم، كل ما يتمنونه. كذلك سأزور بعض الأماكن من طفولتي، المنتزه الذي كنت ألعب فيه، وأعيد عيش بعض ذكريات الطفولة. منصور، إيش هي رسالتك اللي توجهها للجيل الصاعد من الشباب السعودي؟ والدي كان شخصا يؤمن بالمصارعة العالمية الحرة، والمصارعة هي ليست للسعوديين، لأنه كلما كان ما يراه هو أسلوب تقديمها على الشاشة على أنها شيء سلبي وحياة سلبية. لكن عندما حضر في الصف الأول لسوبر شو داون بين الجمهور ورآني وفوز بباتل رويال، وقف على قدميه وكان يصفق ويهتف. وعندما شاهدته فخور جدا بي عندما قفزت إلى أحضان عائلتي بعد النزال. كان يعني كل شيء في الدنيا، وكل ما قمت به طوال حياتي كان جديرا بالعناء والتعب. وإذا ما تمكنت من إلهام جيل من السعوديين الذين يؤمنون بأن المصارعة ربما ليست لأطفالهم،
أو ضمن ثقافتهم. إذا قلت لهم لا هنالك مصارع سعودي نجم كبير يجعل الجميع يشعر بالفخر، فالجيل القادم ربما يؤمن بأنه يصبح نجما في المستقبل ووالدهم يقتنع. إذا ما استطعت أن أغير الانطباعي عن الدبليو في ثقافتنا والكل سعيد بها، وأن الأطفال في السعودية بإمكانهم حقا تحقيق أحلامهم، فسأكون فخورا جدا. وإحنا نتمنى دائما لك التوفيق والنجاح، وأن أيضا تكون عنصر مساهم لتحقيق الشباب يعني طموحهم في مجال المصارعة. بالنسبة لك كتفكير شخصي، هل ممكن تكون أنت أيضا يعني عامل مساعد لكل الأطفال اللي عندهم شغف بالمصارعة؟ بأشكال عديدة، حالما تؤسس أرضا أكبر في الشرق الأوسط فيمكن أن يكون هناك من نجوم كافة دول الشرق الأوسط، ليس فقط من السعودية بل من كل دولة عربية مهما كانت. وبعد ذلك حالما تنتشر في المنطقة فيمكن أن تبرز المزيد من المواهب، لأن هناك مكان للتعلم من هذه المهنة مختلفة تماما عن أي رياضة أخرى، ليست مثل كرة القدم أو اليو اف سي أو الملاكمة، هي مميزة جدا ويجب أن يكون لديه معلمين ومدربين جيدين جدا، وعندما يفهمونها بشكل أكبر فستوفر فرص أكبر لهم. اللي ينقص الناس لفهم المصارعة؟ أعتقد من الدبليو ستبذل قصارى جهدها لتحقيق كل ذلك، وأنه الموضوع بالنهاية هو ترفيهي وشغف، يعني رغبة عند المصارع وأيضا الترفيه مع المشاهدين وادخالهم بجو الحماس مع المصارع. تشوف أنه ممكن إحنا يكون عندنا جيل عربي ليس فقط محب للمصارع وإنما يشارك كمصارعين قريبا؟ نعم، أعتقد بأنه من المهم أن ندرك أنما كلما قدم WWE أي عرض من أجل ترفيه الجميع فهو من أجل الإلهام، ويرغبون بالقيام بذلك في كافة أنحاء العالم. الشيء المهم هي للجميع ليست فقط لأمريكا وحتى هنا. إذا ما تمكننا من نشر هذا الأمل والإلهام لدى الجميع فسنقوم بعملنا بشكل جيد. زين، تبي أتحداك على بطولتك ولا ما تقبل التحديات؟ كنت تحب أن أعرض بعض الحركات، لا أعرف إن كنت تحب أن تجربها. أنا مو متدرب، ممكن إذا تعطيني مجال أتدرب ممكن.